العلاقات الكويتية الأمريكية. نعم. العلاقات الخليجية الأمريكية. نعم. شو تشوفها أستاذة سميرة؟ وبدون مجاملة. لا بدون مجاملة، أنا دائما سئلت في مرة في قناة روسيا اليوم عن عندما كانت زيارة أوباما إلى المملكة العربية السعودية ولقاء بالقادة الخليجيين، فسئلت أنه هل هذا أنه هو مصالحة بعد مقاطعة، هل هناك هزة في العلاقات العلاقات الخليجية الأمريكية؟ أنا مصرة أنه العلاقات الكويتية أو عفوا العلاقات الخليجية الأمريكية هي علاقات استراتيجية، العلاقات الاستراتيجية استراتيجية وقديمة أيضا، هناك مصالح مشتركة تربط بين الجانبين. صحيح أنه ربما هذه العلاقات قد تتعرض إلى هزات إلى مطبات، لكنها تبقى علاقات راسخة. التواجد الأمني والعسكري، التعاون العسكري والأمني ما بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة قوي جدا، هناك اتفاقيات موقعة بين الجانبين، اتفاقيات حماية لهذه الدول. ربما لا تعجبنا سياسة الولايات المتحدة في اتخاذ بعض القرارات مثل قرار الغاز الأخير. صحيح. هذا القانون الذي قد يؤثر نوعا ما على هذه العلاقات، لكن في المقابل لا رأينا أن انطلاق وتدشين الحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي، وهذه خطوة مهمة جدا، هذا الحوار الذي يشمل العديد من المجالات. إذن ليس قانون واحد أو مطب واحد قد يعصف بهذه العلاقات. نأمل ويأمل دول مجلس التعاون الخليجي أن تتجاوز الولايات المتحدة القرارات والقوانين التي قد تؤثر سلبا على علاقاتها، خصوصا ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. يعني في خلاف سعودي أمريكي في التوجهات؟ لا نقول هو خلاف ظاهر أو وصل إلى حد الأزمة، وإنما اعتراض سعودي على قرار الغاستا مثلا، إيه وهذا لهم الحق، أن كيف أنت تقر قانون يدين ويدين دولة أنه ربما عنصر من عناصرها أو مواطن أو اثنين غرر به وذهب وأساء لدولة أخرى. هذا ليست هاي ليست مسؤولية دولة بكاملها، إنما مسؤولية أشخاص، وربما قد يكون هذا الموضوع كله موضوع غير صادق وغير حقيقي. لكن في مجمل الكلام، العلاقات الخليجية الأمريكية تسير واستراتيجية قائمة، لا يمكن أنها تنهى أو بكبسة زر، لا، لأن هناك مصالح اقتصادية اجتماعية، مصالح استثمارية، مصالح عسكرية، مصالح وجودية ما بين الجهتين. فالعلاقات من الطبيعي أنه أي جهتين ربما قد يتأثر، لكن نحن نعلم أن الولايات المتحدة الآن تمر بفترة انتخابات، وهذه الفترة قد نسمع ونرى أشياء غريبة قد تحدث، لأننا نحن جميعنا لا نفهم طبيعة هذه الانتخابات وكيف تتم وتعقيداتها التي تمر بها، إلا أننا نتفق أن هناك حملات انتخابية يقال فيها ما لا يطبق بعد جلوس الرجل أو المرأة على الكرسي، لأن المصالح هي من تحكم السياسة الخارجية الأمريكية. نعم، لأن أمريكا هي لديها النهج الميكافيلي، لا عدو دائم ولا صديق دائم في السياسة.